جديد في مدارس الوطن العربي لنكمل ما تبقى من هذه الوحدة بمراجعة قاعدة حذف ألف ما الاستفهامية التي تعرفنا عليها في الفصل الماضي. قد اتفقنا أن ألف ما الاستفهامية تحذف عند اتصالها بأحد أحرف الجر ويعوض عنها بالفتحة. مثلا نقول فيما تفكر، تذكر وضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهامية. هنا أصل الكلمة في زائد ما الاستفهامية تصبح فيما، ولا ننسى الفتحة في نهاية الكلمة. كذلك حرف الباء، قال عمر لأبيه بما تكافئني. هنا أصل الكلمة باء زائد ما الاستفهامية تصبح بما، ولا ننسى وضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهامية بما تكافئني. وأيضا اللام، مثال لما يرمي اللاعب الكرة. لما؟ اللام زائد ما الاستفهامية، وقد حذفنا ألف ما الاستفهامية لتصبح لما. ولا ننسى كتابة الفتحة على الميم مع وضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهامية. نلاحظ هنا أننا قمنا بحذف ألف ما الاستفهامية عند اتصالها بحروف الجر في اللام الباء وعوض عنها بالفتحة. والآن ننتقل إلى المجموعة الثانية من حروف الجر وهي من وعن. من مما يتكون جسمك، ولا ننسى وضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهامية مما يتكون جسمك. هنا مما تتكون من زائد ما الاستفهامية. نقوم هنا عند اتصال ما الاستفهامية بحرف الجر من تحذف ألف ما الاستفهامية وتبدل نون من بميم ساكنة وتدغم مع ميم ما الاستفهامية فتصبح مما. كذلك عن، في مثال عما يتساءلون. كذلك عن، مثال عما يتساءلون. اتصلت ما الاستفهامية بحرف الجر عن، وحذفت ألف ما وأبدلت نون عن بميم ساكنة أدغمت مع ميم ما الاستفهامية فأصبحت عما. هنا لا ننسى كتابة علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهامية في الجملة عما يتساءلون. بالانتقال إلى المجموعة الثالثة نلاحظ وجود إلى وعلى. إلى وعلى عند اتصالهما بما الاستفهامية هنا تقلب الألف المقصورة إلى ألف قائمة وتحذف ألف ما الاستفهامية ويعوض عنها بالفتحة فتصبح إلام علامة. في الأمثلة كما في الأمثلة الآتية علامة تدل هذه العبارة مع وضعنا علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهامية وإلى ما تريد الوصول. إلى ما تريد الوصول. والآن طلابنا الأعزاء ننتقل إلى حل أسئلة الكتاب صفحة 39 و40 من كتاب الصف السادس. والآن عزيزي الطالب سننتقل إلى الكتاب صفحة 39. السؤال الأول، اجعل كل إجابة مما يأتي سؤالا مبدوءا بما الاستفهامية التي دخل عليها حرف جر كما في المثال. مثال أفكر بحل السؤال، السؤال سيكون بما تفكر. ألف يتكون الكتاب من ثلاثة فصول، السؤال سيكون
ولا ننسى وضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهامية. ب: ذهب أخي إلى المستشفى لزيارة المريض. السؤال سيكون: ننسى وضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهامية. ب: ذهب أخي إلى المستشفى لزيارة المريض. السؤال سيكون: لما ذهب أخي إلى المستشفى مع وضع علامة الاستفهام نهاية الجملة؟ جيم: سألت صديقي عن موعد مسابقة الشعر. السؤال سيكون: عما سألت صديقي؟ ولا ننسى وضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهامية. السؤال الثاني في الصفحة رقم 40، جملتين استفهاميتين. ألف: تبدأ الأولى ب: فيما. وضعنا سؤال: فيما تقضي وقت فراغك؟ ب: تبدأ الثانية ب: بما. بما يرسم الطلبة علامة استفهام. والآن مع السؤال الثالث: أدخل أحد حروف الجر من، في، اللام، عن، الباء على ما الاستفهامية، ثم ضعها في الفراغ المناسب مما يأتي مراعياً التنوع. ألف: فراغ، ينصح الأطباء باستعمال المناديل عند العطاس. لما ينصح الأطباء باستعمال المناديل عند العطاس؟ ب: تبدأ عند قراءة القرآن الكريم علامة استفهام. بما تبدأ عند قراءة القرآن الكريم؟ هنا استعملنا حرف الباء ووضعنا بما تبدأ عند قراءة القرآن الكريم. جيم: تقضي وقت فراغك، سنقوم باستخدام في، فيما تقضي وقت فراغك. دال: يتكون الجهاز الهضمي، سنستعمل من لتصبح مما يتكون الجهاز الهضمي، ولا ننسى وضع علامة الاستفهام نهاية الجملة الاستفهامية. ها: تبحث يا أخي، سنقوم باستخدام عن، عما لتصبح عما تبحث يا أخي، مع وضع علامة الاستفهام. هكذا نكون انتهينا من درس المراجعة لدرس حذف ألف ما الاستفهامية. دمتم سالمين وشكرا لاستماعكم.